بسرعه لان الوقت يدعمنا. وانا واننا انت حتى نعرف اصلا ان دينيك صعيب وصعيب بسبب ولكن المهمة بمثل عليه الكلام والتداول الاعلامية فبدينا معلومة ان الرجل تحدث تشهر مصمم هذه الوقت اولا الثانية صمت في العرض ما منقوش حتى يأخذ في العرض الراتب ديالي السنوي مع نادي الشارقة والعقد ديالو مازال طويل وقع عليه مشكل ما تعتمدوش عليه عندهم لعابة برازيليين يعني يعني تتعاملوا عنصريا مع مالونغو ما تعطيوش الكواري هذا حقيقه ولكن راه انت باش واش مالونغو تياخذ مليار في العام او اكثر اكثر من مليار في العام باش غتردو انت بنظام الاعاره شحال غتعطيه الان ويقدر يدير معاك وغتعطيني على واحد 500 ولا 600 مليون ما الراجل ما غتعطيهاش وانيس محفوظ لا نيه له وكاع باش انه يمشي مع شي لاعب او لا ينتدب شي لاعب اللي للمنحه السنويه ديالو طالعه وراه هذا الشيء علاش مشى حفيدي ومشى مجموعه من الاسماء لذلك الموضوع ديال مالونغو تيبان ليا مصطفى عال نقاش فيسبوكي كاين رغبه جماهيريه الدراجه بغاو مالونغو يرجع لان التجربه ديالو كانت ناجحه ولكن تنقول لكم راه الاكراهات الماليه كبيره وكبيره بزاف وهذاك مالونغو ما تقدر تاخذو شي فرقه في الامارات تقدر تاخذو بريطي وتخلص لي هذاك الصالير ديالو راه نرجع نصف على الموضوع ديال ادم نفاتي شكون اللي عرق العوده ادم نفاتي للمغرب شكون اللي صعب لان ادم نفاتي كان تيحسب داكشي اللي كيتقاضى في الخليج بغيتي تردو تيقول لك اودي انا داكشي اللي غناخذ في 6 شهور مع النادي الامارات تعطيه لي انت ولا على الاقل تعطي لي واحد 70% من داك الراتب ديالي الانديه المغربيه ما عندهاش الامكانات لذلك الان انا تنقول ملف مالونغو صعيب والناس دراجة كما قلت انا ما عطاو حتى شي عاد رسمي للشارقه وما كاين حتى شي عاد رسميه في هذا الخصوص هذه فهمتي واللاعب الان راه مازال مع الشارقه كاين حديث حوايج ما يقدروا يصيفطوا اعاره للنادي الان اللي صعد القسم حتى القسم الاول الاماراتي كاين كذلك امكانيه انه يمشي معار في قطر او في السعوديه بكل خيارات وارده التقارير المصريه قالت بان الزمالك بغى ياخذوا بنظام الاعاره لمده سنه ولكن التكلفه ديال مالونغو هي اللي تقدر تعرق العوده ديال الرجاء بنظام الاعاره اما صعيب تشري رجاء العقد ديالو اذا مصطفى الا قطعتي هذه الفقره باش ندوزو على الوداد والمعاملات ديالو وانا حتى الراي ديالي حسناوي انا في الاطار شوف باش ما بقاش الوهم كاين الوهم وكاين الحقيقه والحسناوي انت راك عطيتي على ما كنظن توضيح بهذا الخصوص راه ما يمكنش لاعب اللي كيشي تقاضى واحد الامواليه طائله وغادي يجي يلعب معاك بشحال غادي يلعب معاك دابا الشغل الشاغل خص فريق الرجاء يدير حتوي يدير تجديد عقود ديال اللاعبين هذا هو الواقع راه تجديد العقود ديال اللاعبين يقدر يلقاو فيه مشكل بعدا انت غا كتكلم على مالونغو كتكلم ومن بعد ذلك حتوي خص يخلق خاليات باش يتقلب على اللاعبين راه كاينين مالونغويات الحسناوي راه خص يمشي اللي يقلب عليهم ويمشي يجيبهم اما باش حنا غادي نبقاو الجمهور ديال فريق الرجاء الرياضي يبقى عايش في واحد الوهم ان مالونغو غادي يجي مابقاش بنادم يبقاش يكذب على راسو مالونغو راه كيشد واحد الامواليه طائله وهذا المكتب الحالي اللي كتهضروا عليه خصوصا رئيس ديال فريق الرجاء انيس محفوظ ما يتناقش معاه وما يتفادش معاه لانه خصوصا ان هناك ربما جمع استثنائي اللي غادي يكون يلوح في الافاق مستقبلا وهذا المكتب ربما ما يقدرش ياخذ شي خطوه اخرى باش مع اي لاعب اخر من غير تجديد تلتالي العام والتالي العام دابا هذا المكتب دابا غير الاشكال اللي خاص حتى خصهم تجديد بعدا غير العقود ديال اللاعبين اللي كاين الان عاد باش يتكلموا الناس على الانتدابات ويتكلموا على راه كاين مشاكل في تجديد ديال العقد ديال اللاعب خصنا نرجعوا لهم طرف دردشه رياضيه اذا تفضل سي حسناوي راه سالي لي لا باتري ديال هذاك سالي لي تفضل مصطفى عيل بالنسبه للملعب اللي غيحتضن
المباراة النهائية لدوري أبطال